مرحبا الساع ومرحبا مليون في الحلقة من أريبيانا، الموسم الجديد من سيتي سكاي لاين. طبعا حطينا آخر مرة شوي سوى، عندنا فلوس ما علينا مشكلة، للحين بنتحمل شوية الضغط. بس أنا شو سويت؟ حددت أماكن حق الخدمات، أنتنا فوركرز انزين، وبنحطي لنا هني، قلت لكم بنحطي عماير على الشارع العام، بس لين هني، وهاي عماير سكنية جنبها بعد لين قريب. بس المنطقة شو بتحتاج؟ تحتاج خدمات. هاي المكان هذا أبا ريسايكلينج سنتر، أنا متنحى وياي، أبا ريسايكلينج سنتر هني. طبعا هاي حركة غشة، هاي حركة غشة عين عينك. شوفوا جاي عند الجسر جاهز حق الشغلة هذه، والله حق الشغلة هاي. ضر مكانه، ضر، ما حد بيروح هنا إلا عنده شغلة. كهرباء حلك بسيط، حطي لك صديق البيئة السولر، وطالع تحت الجسر بعد. والله شيء أرض أنه مغطي عليه كل هذا، ما بيلحق. شو ياخذ شمس، خله هني جنبك. نايس نايس، صدق نايس من الخاطر. عندنا كهرباء على فكرة في المدينة وايد. هني بعد حطيت لهم كهرباء، هاي حطيت لهم دكاكين هني إذا بنوها حسب احتياج الصناعة هني، وسويت زون حق مناطق صناعية. ممكن نبدأ بالخدمات دايركت، بس أنا شو بسوي؟ أبغى أحط القطار لين خارجي نفس هذا، يعني بحطي قطار دايركت. أنا طبعا فاتح مسوي أنلوك أول مايلستونز يخليني شو، خليني أحط وايد قطارات. وين ال هذا كارغو ترين تيرمينال؟ بيكون عندنا التيرمينال مكان نفس هذا، بس ما يوقف الزحمة اللي هني، لأن هني شارع وايد حلو مسوينه بطريقة حلوة. فشو بسوي؟ هاي المنطقة الأساسية كصناعية إذا دخلتها عقب. سوري انسى سالفة أربع لينات، ما أربع لينات، التكاليف الزايدة هاي ما عاد تمشي. حطي هني درب القطار، طبعا بيكون زحمة. وتوي تذكرت ان شاحنات، فلا تنسى زمانك، خلك اربع خطوط. شفت كيف غيرت رأيي بسرعة؟ لان هني الزحمة تحكم الواحد، مع انه ما اظن يحتاج على فكرة عادية. بس اللي ابغى اسويه ان هذا ما يكون في درب باقي العالم. هذا شوف رملة، هي نطلع عليه احس الرملة احلى، وندخل عليه خط من ندخل عليه هنا، هي شكله ارتب من هنا، بس شوي فوق طالع. اشوف خله شوي سيده، ايوه هذا سيده. عندنا بحطيك حطيك كهرباء كل شيء، انت بتمتد بصناعية اصلا، فلا تصيح علي. مش هنا، مش قادر احددها على فكرة. لحظة بتعاند معي الحين، شوي شكل احسن. الاختيارات تقدر تروح وترجع من نفس الطريقة، يعني ما عندي مشاكل. لحظة حطيلك ماء، حطيلك كهرباء. الكهرباء ما تضرنا يعني قد ما نمتد. هذا سولار لازم تنزلونه، سولار بانل اري شي حلو، يعطيه 11 وايد حلو وما ياخذ مساحة. هني شوفوا على درب الخطار، حط على الخطار تشوف، اوه حاطين طاقة شمسية بعد عن محطة الخطار، عجيب. انا اظني بانل في الواقع هذا يكفي، ما يكفي شيء. شو بعده يبال الكهرباء؟ ما اظني يبال الكهرباء، لان انت محطة خطار شو تسوي يعني. بس في درب لازم يكون جاي دايركت، بعدين حصل حل، لان انا عارف ان هذا بيسوي زحمه، ولازم نحصل حل، لازم حل، ما ينفع بالطريقه هاي. شوف الزحمه هنا كيف رايحه، وين اللعبه؟ خلنا نسرعها. ما في وايدين قاعدين يدخلوا المدينه، ما في وايدين. انزين عندهم مشكله وايد، دشينا في الماينس الحين.
عليت شوي في شو الموضوع البنى. هلا بالطريقة هاي عسب يحتاج نتوسع بننا بنبني بعد هني داخل الحين هالمنطقة هاي بنبنيها هني الكورنيش مالنا ترى هاي الزاوية بنبدأ بها. هذا مركز الشرطة نخليه على شارع سريع وين ما يبي يوصل يوصل له شو بسرعة وراحته. وبنحطي عيادة مطافي آسف بنحطي عيادة في أماكن مركزية عند بعض بحيث أن الناس تستفيد من الأماكن هاي قدر الإمكان قدر الإمكان الناس مستفيدة من الأماكن هاي. أما هني بالنسبة لهاي الشوارع فبكل بساطة حتى قطع المفروض أسوي دوار هذا يحتمل أن أسوي دوار لكن بيزدحم على الفاضي فحرم فحرم انه يزدحم على الفاضي. فخلنا نسوي تخطيط جديد. هذا كله في المستقبل بكتشف اني سويت شيء غلط. انا عارف هالشيء انا عارف لابد مهني لان الشارع العام يشوفونهم. خلنا نشوف اساس الشارع العام لحظة الشارع العام هاي بخلي دكاكين يشوفون بيوت حلوة من داخل بسوي بيوت بيوت عند شوارع it's very simple ما احس اني احتاج اكثر يعني هاي simply المدينة كيف اللي layout مالها فما بمسخها يعني ما له داعي اسوي الموضوع معقد اكثر من لازم ترى تعقيد الامور بزيادة ما راح يحلها. هاي منطقة داخلية بعد كلها سكان على كيف يمشون امورهم هاي في الزحمة انا ما اعرف. خلهم يمشون امورهم مو مشكلة خلهم يمشون امورهم. المشكلة واحد يوم يدخل مبلغ شوي زيادة يستوي عنده مشكلة في التحكم في الميزانية يحس انه قاعد يزيد في الميزانية من غير ما يحس. فالحين اشوف انا عندي سالب المدخول 3700 شوي لان اتحمست بزيادة قمت احط لا عادي لا اوكي لا كذا لا فحاسب اذا بديت بداية زيادة يعني. لكن أنا الحمد لله ان شاء الله نسوي المدينة بطريقة انه ما تحتاج كل هالصدع يعني. اهم شيء اهم شيء هذا جميل والله الصراحة جميل. انا عايبني انا عايبني الحين ببدأ احط بيوت. شوف ليش صرت من هناك ليش صرت لا اوكي يا هني مفروض يكون بالطريقة هاي ما اعرف لكن زين حق الزحمة زين. الصناعية شغالة يعني بس ما عندهم شيء ترى على فكرة ما عندهم اي شيء مو مش بزيدهم شوي زوننج يستوي عندهم شيء مش مشكلة. قامت القطارات التير نايس حد ليش اخذ التير طويل ويرجع لا دخل دخل اوكي حسبته ما دخل. هذا يباله هذا يباله نسوي له سموث شوية بين طبيعي اكثر ومش طبيعي اصلا في كل الاحوال يعني شوي تخلي اكثر طبيعية ما هو عليه. اشغالين هاي اللي بيكفونا الى حين يعني لفترة طويلة يمكن نشغل الكرنيش كامل وبعدنا هاي ما استعملناها كامل اصلا نبدل المناطق بشل هاي خل حد ساكن على الخور ناس عالم بنحط هنا فرضة شيء عقب بنحط شيء حلو عند هذا لمد من هني لمد من هني ولما هني بنحطي دايركت بنكسر واحد من البيوت بنحطي شيء نعم نيو بيلدينج. الحين مش وقته الحين وقته نعدل امور الميزانية فعليا يعني نتكلم
الكورنيش، الشارع العام ما بوصلهم أنا إلا كل حين، يعني كل فترة. مرة طيب، خلنا نسوي بالطريقة هاي. هذا شارع كامل، هذا شارع جاينا في النص. أظني هاي بس التغطية اللي راح توصلها. شو اوه راح بعيد، بس خلي عادي، اتس اوكي. منطقة تجارية داخل، منطقة سكنية داخل، منطقة سكنية. هاي كلها عماير الحين، كلها عماير، ما فيها غير عماير. شو يبو هذا؟ وركرز؟ not enough workers. اوكي بيون كل وركرز. لا تحاتي، في شارع عام في وصلة ضخمة هني بس تخصصها الشي هذا المفروض، بس ما عندهم شغل ثاني. نبى ورا الجسر هني، شو نسوي بعدين؟ نبى ورا الجسر هذا امد خط، خط ثاني ورجع الدوارة كبرى، سوي هني قطار ونمد خط القطار على الشارع العام، مني بالقطار من ورا هذا لين هني، على اساس نسوي قطار. هذا بيخدم المنطقة بشكل كبير، بشكل جدا كبير. ها كم؟ 400 وشي كان صح؟ 480، 2400، ما نبغى 2400 كسر ميزانية، 600 ما بغينا. 480 هاي افضل شي. بس الحين هم محتاجينه، مو بشرطة وهذا، لا هم اللي محتاجينه فقط مطافي حاليا. بزود الصناعية بمطافي، اوكي، وبزيدهم شوية، لان الصناعية من الشغلات اللي تكبر بسرعة عندنا على فكرة. الصناعية بتحسونها تكبر تشيب بشكل خرافي، وستوي زحمة على طول. يعني حتى اقولكم هنا هني محتاجين حل، يمكن مش مزاح هذا، فعلا يمكن نحتاج حل. دي ليش الشارع نهايته مش اكبر؟ ضرب الرصيف. ايه لفي ترن عدل، والله كلهم ضاربين شاقحين الرصيف، هذا كلهم شاقحين الرصيف. المفروض اسوي ترن او شيء من القبيل. دام هذا شغال اوكي. كارغو ترانسبورت 100، راديو 62، ترينز كان كاري جودز رو ماتيريالز ان سيتي ترانسبورت وسائل، يعني سيارات تصدير. باختصار خسرت لكم الموضوع. شوف هذا ليش ليته، هذا غير عن الشارع هذا. انا ما سويته نفس الشيء، سويته 6 شوارع 6 خطوط، بس اتس اوكي، تصور عادي. انا يقهرني لما اشوفهم مبركنين بالطريقة هاي على فكرة، يقهروني. ممنوع، استعملوا البركنات الموجودة. من يبركن الشارع هاي؟ هاي شارع اساسي، مفروض ما تبركنوا عليه. مش مفروض حد يكون مبركن هني اصلا. شارع الخارجي هذا لا تسوون عليه زحمة، هني ما في حد اساس يسوون زحمة اصلا، حتى انتو هني ما نبى حد مسوي زحمة على الشارع الاساسي. هني مو مشكلة، شوارع داخلية يسوي زحمة، بس هاي شارع رئيسي ما بشوف ناس مبركنة. مع انه في مكان باركن بس ما يعجبني، خليهم مبركنين. يعني يبركنون على الشارع وباركنات داخل فاضية، تستهبلون يعني ولا كيف؟ تستهبلون؟ شو هالاستهبال هذا؟ والله عالم تستهبل، قسم بالله جبالهم دق. يهدون ال، يعني ما بقول شيء يعني. انزين، بنحطين لنا مدرسة ابتدائية كبداية. المدرسة الابتدائية، اوه ماشي ماي، خذوا ماي. ها حطينا مدرسة ابتدائية، ممكن بتغطي شارع رئيسي بتسوي زحمة. نيب مدرسة ابتدائية هني، نيب مدرسة ابتدائية مش على، لا عند الدرب هذا بيسوي زحمة، وانا ما ابى زحمة ابدا، ما ابى زحمة، وابى حديقة اصلا. انا في مكان ما في حديقة، واللي هو شي يرفع الضغط. كيف تعيش مكان ما في حديقة؟ زين خلنا نسوي لهم ملعب كرة قدم، الشارع العام
الناس اللي تي تشوف حد يلعب ولا داخل نخشه؟ خلينا نخش داخل، شو رايكم؟ حطي داخل، حطي ملعب على منو؟ ها ملعب على البحر الصراحة. شوف هي ها ملعب يكون على البحر. شوف 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 محلى على البحر منظره. يو تي تلعب كورة هني حبيب رقم واحد والله. شي مرتب بيكون، هو وايد مرتب، وايد يكون مرتب. انزين الحين المنطقة فوق حلوة، لكن اذا بقيمه هني للكورنيش اللي تحت، هذا جاي من تحت، بنمد شارع قلنا شكله جسر تحت منو، تحت جسر بيمر من هني لين هني على اساس ما اقطع على منطقة شو الريسايكلينج مالي، والنيب اللي هني ونكمل، لان تحت الجسر ما اصلا ما بنبني شي. فنزيد التقاطع هذا حبة ونزيد جسر صغير، نريد نطلع من الصوب الثاني. خلينا نشوف كيف بيكون منظره، بكسره بكسره لكن بنشوف منظره كيف. شو رايكم نسوي جسر من هني، من هني بالطريقه هاي، اشوف كيف هي. رقم واحد جسر، رقم واحد بيكون. اوه شي مرتب بيكون، بس اخليه انسيابي اكثر، بخلي الجسر حق بعدين، بخلي الجسر حق متى، حق بعدين. بس شو سالفة كذي، بني بالجسر هذا بالطريقة هاي. شوفوا شوفوا الجسر، شوفوا شوفوا محلال الجسر. نرفع حبة من هني، ليت كان يرتفع من الوسط شوية، قاهرة النهاية هني. اوكي هو انه اوكي، مش انه مش اوكي، بس بعد ممكن يكون احسن، بعد ممكن يكون احسن، لكن جميل. اتمنى القوارب بعد ما خربت خط القوارب على فكرة، يكون عندنا مثلا مواصلات بحرية من هني لين هني، ما يخرب علينا خط القوارب، هذا شيء ثاني. كلهم يبون اعمال كالعادة، بندخل في مجموعة المشاكل هاي مرة ثانية. في كل سلسلة جديدة، كل ما نسوي سلسلة بندخل في نفس المشاكل، فعادي يعني، هاي المشاكل سيستم خلاص تعودت علي انا. بس نبى ناس تعليمهم احسن شوي، لان اشوف لحظة خلنا نسوي هنا، لان اشوف المشكلة اذا زدت مدرسة بزيد نسبة وظائف بعد، بس الثانوية لازم يكون مكان استراتيجي في الوسط، مكان نفس هذا ممتاز لكن بيسد علي الشارع، فيكون على شارع الكورنيش. اوكي ويا مدينة، المهم كيف شكل المدينة من برا؟ شوف نشوف المدن ما نشوف البيوت، ما نشوف البيوت خير شر. احلى شيء في الموضوع احنا ما نشوف البيوت، وكيف تغطية هاي؟ هاي تغطية رقم واحد أصلا. بس نسيت شي حلو أنا بعد، ولا شي مهم بالأحرى، مقبرة. مقبرة وين راح تكون؟ الناس وين تزور؟ تهني النهاية، بس شارع عام زحمة. لا مش هذا، شارع العام زحمة، سوي مقبرة على شارع العام اللي يدخل، شكله غير سياحي يكون. خلي المقبرة، نسوي شارع شارعين بعد، نسوي المقبرة هني
بيكون شكلها مش مرتب وايد ترى، وبيخرب علينا الترتيب شوي. هني الشور مكان طيب هالمكان، لكن احس على الشارع العام مكانه غلط، ما اعرف ليش، انا احس احساسها بس. لا مكانه غلط، المفروض ما يكون مكان نفس هذا. مكان صعب، صعب اقرر شيء نفس هذا الصراحة، صعب جدا صعب. والاخ اللي في نص المنطقة اخلي في الوسط عادي كأن العيد، بخلي الشارع العام، مش يمكن 100% مقتنع، لكن احس انه عادي يعني الشارع العام. لا الشارع العام ما يستوي، الشارع العام لازم يكون لحظة. اوكي مش كل شي عادة وصلوا في الشارع العام. هذا اوكي، نسوي المقبرة هني، هذا المكان في الوسط، ما تبين وايد من بعيد، وفي نفس الوقت تخدم المنطقة بشكل جميل. حتى لو اسوي عماير هني، عماير هني مفروض ما تبين، خلاص مفروض ما تبين. وبسوي هني ملعب يسار كرة سلة هني. حد يلعب كرة سلة عن المقبرة؟ لا، هني ورا الكورنيش، ورا الكورنيش هني، مكان جميل. وصل كهرباء والله حق المقبرة، يعني بيكون شي مرتب، شي ترتيب. المهم ما يطول لنا وقت الحلقة، انا ما بطول الحلقة اكثر عن كذي. تأهيل اربيانا يباله وايد، إعادة الميزانية بلا أكثر، لكن شوي 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 راح نوصل للمناطق هاي، وراح نوصل للي نبغاه، وبنحصل اللي نبغاه ما عليكم، لكن يبغاله شوي وقت. نفس المدينة اللي قبلها نقطة الصفر كانت صعبة، لكن بعدين كانت أوكي. أنا ما بشبك الشوارع، خلي الزحمة داخلية. فنشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله على خير، واسمحوا لنا طولنا الحلقة هاي، ونشوفكم على خير.